اهلا وسهلا بيكم. هنعمل النهارده مع بعض 24 قطعه من الجاتو. جاتو اقتصادي جدا، عباره عن 3 طبقات ومن بيضتين بس. يعني شوفوا قد ايه هو اقتصادي وسهل جدا، حتى المبتدئين يقدروا ان هم يعملوا، اي حد اصلا يقدر ان هو يعمل الجاتو ده، سهل جدا ومفيش فصل بياض عن الصفار ولا اي حاجه من الحاجات الصعبه دي خالص. يلا نشوف الفيديو للاخر، وما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك للفيديو ده لو عجبكم، واشتركوا في القناه لو انتوا لسه اول مره بتشوفوني. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه كده عندي في البوله بيضتين، حطيت عليهم رشه من الملح، وحطيت كمان مغلف كده من الفانيليا، وكمان هحط عليهم كوبايه ونص من السكر الحبيبات، وهقلب كويس جدا كل المكونات دي مع بعضها كده بالمضرب. ما استخدمتش مضرب كهربي، ما استخدمتش خلاط، علشان تعرفوا ان هي قد ايه الوصفه دي سهله جدا جدا، مش محتاجه ادوات كتير. في المرحله دي ضفت كوبايه من الزيت وهقلب برضو كويس جدا. شايفين اللون بيفتح كده معايا وبيفرق جدا القوام مع التقليب. طبعا في المرحلة دي بقى هنزل كوباية من الحليب الدافي، لازم يكون دافي عشان الكيك بتاعنا في الاخر يطلع هش كده وكله هوا، عشان يعني برضو الحليب الدافي بيفعل البيكنج بودر ويخليه يشتغل احسن. حطيت بقى مغلف كده من البيكنج بودر، انا بستخدم كيك شيف ده، وحنزل الدقيق منخول. الدقيق عبارة عن كوبايتين، كوبايتين ونص من الدقيق. ملحوظة، انا هعمل من العجينة دي عجينة فانيليا وعجينة شوكولاتة. هتشوفوا دلوقتي هنعمل ايه مع بعض. اول حاجة هعملها ان انا مش هاخد كل كمية الدقيق دي، هاخد كمية بسيطة جدا، وهنقل النص الخليط ده في بولة تانية علشان يبقوا الخليطين قد بعض زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي. سهلة جدا يا جماعة، بس يعني ركزوا شوية. هنا مش عايزه انسى معلقه من الخل، هكتب لكم طبعا كل المقادير دي في صندوق الديسكريبشن تحت، يا ريت تشوفوها وتحتفظوا بيها، مقادير مضمونه 100%. هقسم بقى الخليط بتاعي في البوله الثانيه دي كده، هيكونوا قد بعض يعني بنظريا كده، خليهم قد بعض على قد ما تقدري. طبعا انتم ملاحظين ان انا ما زودتش كميه الدقيق علشان العجين ما يتقلش قبل ما احط للنص التاني الكاكاو، فانا هظبط بقى العجينه بتاعه الفانيليا وازود لها شويه دقيق، وعجينه الشوكولاته مش هزود لها دقيق بس هزود لها كاكاو. شايفين عملنا ايه؟ هزود لها معلقتين كاكاو عشان انا محتاجه ان الكيك يكون غامق شويه ويبقى طعمه حلو وطعم الشوكولاته يبقى فيه غني كده. خلاص ظبطت العجينه بتاعه كيك الفانيليا وهركنها على جنب. شايفين القوام عامل ازاي؟ في المرحلة دي بقى حطيت معلقتين من الكاكاو الخام، انا استخدمت كاكاو اسباني، استخدموا النوع اللي انتوا تفضلوه، بس ما اظنش ان في احسن من الكاكاو الاسباني ده. هقلب كويس جدا. شايفين القوام؟ حاولوا ما يكونش الخليط تقيل عشان الكيك بتاعنا يبقى خفيف وما يكونش مكتوم. انا حسيت ان هي محتاجة يعني معلقتين دقيق كمان علشان يتظبط معايا القوام. طبعا في المرحلة دي انا بسخن الفرن بقالها دلوقتي 10 دقايق من اول ما بدأ. شايفين بقى القوام عامل ازاي؟ كده خلاص الخلطين جاهزين معانا، دلوقتي هنحطهم بقى في الصاج. الصاج بتاعي يعني تقريبا 25 × 35، استخدموا اكبر صينية عندكو او اكبر صاج عندكو. دهنته بزيت وهبطنه بدقيق، وهحط دلوقتي الخلطين. شايفين هبتدي ان انا احط لو انتوا خايفين ان الخلاطين يدخلوا على بعض ممكن تميلوا الصاج شويه علشان ما يتفردش على الناحيه التانية. هفردها كده، وبعد ما اسويها طبعا نحاول ان هو يبقى في نص الصاج، ونخلط نحط برضو الخليط التاني. نحاول بقى نرتب الموضوع كده علشان ما يبصش معانا شكله، وندخله بقى الفرن في الرف الاوسط على درجه حراره 180، يعني ربع ساعه بيكون خلاص استوى، عشان هو اصلا بيبقى طبقه رفيعه. هنا هعمل كريمتين، كريمه فانيليا وكريم شوكولاته. استخدمت كريم دريم وحطيت لكل باكو نص كوبايه من الحليب على قشطه عشان يبقى طعمها حلو كده وغني، والتانيه حطيت لها معلقه من الكاكاو. يعني سهل جدا، وكلنا عارفين المغلفات دي. هنا بقى بعد ما الكيك برد خالص انا حطيت الكريمة، بقى هحط بقى على الكيك اللي بالكاكاو، هحط عليه
الكريمة البني، والكيك التاني هحط عليه الكريمة البيضة اللي بالفانيليا. ونحاول بقى ان احنا نساوي كده السطح بتاعه بالسباتشولا كويس جدا عشان برضو في الاخر يبقى الشكل حلو. ممكن لو عندكم سكرابر ممكن تساوي الوش بيه، بس هي اصلا مش محتاجة. كده كده هنحط الصوص، الصوص من فوق، وكل ده هيتدارى لو في حتى جزء لسه ما تسواش. سويت الكريمتين كويس جدا، هحط بقى الكريمة البيضة، هحط صوص كراميل. الصوص الكراميل ده عملته معاكم في فيديو قبل كده، حاسب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. ولو مش حابين تعملوه بيتباع جاهز عند اي محل مستلزمات حلواني. فردته كويس جدا كده بعد طبعا ما سخنته، يا اما في الميكروويف او في الفرن سخن بيسيح معانا وبيبقى بالشكل ده. وكمان سيحت نوتيلا نفس الكلام على فرن سخن او على حمام مية او في الميكروويف لمدة دقيقة واحدة، بتكون بالقوام اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. وممكن كمان تعملوا جناش شوكولاتة عبارة عن كوباية من الشوكولاتة المبشورة عليها نص كوباية من الحليب السخن، وتدوبوهم مع بعض كده هيبقوا معاكم نفس الصوص، يعني اللي انتوا تحبوه واللي انتوا تفضلوه. طبعا التزيين على حسب الرغبة، الصوصات برضو على حسب الرغبة اللي انتوا عايزينه، انا بس بديكم افكار. عملت كده، كان في اصلا فاضل شوية من الكريمة، رحت عملت بيهم الشكل اللي انتوا شفتوه ده، حطيتهم في كيس حلواني وخففتهم بشوية لبن كده علشان يبقوا المنظر ده وينزلوا من كيس الحلواني بكل سهولة زي ما انتوا شايفين كده. هسيبها بقى تشد شوية في التلاجة وبعد كده هقطعها. بعد ما عدى تقريبا عليها نص ساعة شدت شوية كده في التلاجة، هبتدي بقى ان اقطعها. قطعت معايا 24 قطعة، يعني لو انتوا عيلة كبيرة او جايلك ضيوف او اخدها لحد اصلا هتبقى احلى حاجة ممكن تاخديها لاي حد. طعمها حلو جدا جدا، يعني فوق ما تتوقعوا وتتخيلوا. هي بسيطة وفي نفس الوقت يعني طعمها تحفة. اللي يشوفها يقول عليها صعبة، بس هي مفيش اسهل من كده. بنصحكم ان انتوا تجربوها، اسهل حاجة ممكن تعملوها. للي هم عندهم الكيك الاسفنجي صعب او بيواجهوا فيه صعوبات او كده ومش بينجح معاهم، الكيك ده يعني يمكن كمان يكون احلى من الكيك الاسفنجي كمان. شايفين شكله عامل ازاي؟ 3 طبقات، طبعا شكلهم تحفة. انصحكم انكم تجربوها. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو ده ان انتوا تعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو انتوا لسه ما اشتركتوش، وادخلوا شوفوا باقي الوصفات على القناة هتعجبكم جدا. واستنوني بقى في وصفة جديدة وفيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.